البنات مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم ابداعات فيفي. ان شاء الله حبيباتي نلقاكم كامل بخير. الموضوع تاعنا تاع نهار اليوم راح يكون على فستان ايضا قصير تاع دار. هو كاين اللي ماهمش محجبات يقدروا يروحوا به لابلاج، والمحجبات ممكن انهم يستفادوا منه في البيت. اذا هاد لا فيديو راح تكون سبيسيال للبنات اللي بريميرمون ما يعرفوش يخيطوا، ودوزيامو للبنات اللي ما يحبوش يستعملوا الباترون. اذا رايحه نفصل لكم بطريقه سهله جدا، فقط تبعوا الخطوات. اذا قبل ما نبدا البنات، نحب نذكركم ولا اللي ما على بالهمش، نحب نعلمهم باللي راني نقدم في دورات اونلاين. اذا اللي مهتمه انها تتعلم الخياطه والتفصيل على اصولها تبع لا فيديو اللي جايه. اذا راح نخلي لكم فيديو قصير نشرح لكم فيها دورات اللي راني نقدم فيهم. اذا اللي ماهيش مهتمه بالدورات ممكن انها تقدم شويه برك لا فيديو حتى وين توصل الى مرحله الخياطه والتفصيل. اذا راح نشرح لكم البنات هاد لو بوكس واش راح يكون فيه، الدورات المتاحه حاليا، السعر تاعها، التخفيضات وكلش. اذا تبعوا معايا فقط. اذا راح نشرح لكم بالورقه وستيلو هكذا باش تفهموا العروض تاعنا جيدا. اذا عندنا اول دوره واللي هي دوره الملابس الداخليه. اذا تبعوا معايا الدوره هذه راح يكون فيها 3 اشهر، سعر الشهر الواحد 200,000، ولكن خلصتوها كامل من البدايه تخلصوا 500,000. واش معناتها؟ معناتها سعر الشهر الواحد راح يكون 200 200 200، بما انه فيها 3 اشهر، يعني كلش يخرج لكم 600. بصح ويلا قدرتوا انكم تخلصوها كامل على ضربه واحده، راح تتحصلوا على التخفيض هذاك تاع 100,000، يعني تخلصوا غير 500,000. هذه دوره الملابس الداخليه. دوره الفساتين الصيفيه، دورة الفساتين الصيفية أيضا راح يكون فيها 3 أشهر، الشهر الواحد 200,000، ولكن خلصتوها كامل من البداية تحصلوا على تخفيض تاع 100,000، وراح تخلصوا غير 500. يعني نعاود لكم، راح يكون فيها 3 أشهر، الشهر الواحد سلكوا 200 200 200، دونك كلش راح يخرج لكم 600,000 في النهاية، واللي عندها الإمكانية أنها تخلص من البداية راح تخلص 500. إذا أنا الطريقة هذه تاع التقسيط في البداية كانت جابت لي مشاكل وكنت نحيتها هذا العام، ولكن كم على بالي بلي ظروفكم المادية شوية ما كان مع رمضان ومع العيد وكل شيء، إذا رجعت لكم الدفع بالتقسيط. دونك عندنا دورة الملابس الداخلية، دورة الفساتين الصيفية، عندنا دورة الحجابات والعباءات. إذا هاد الدورة راهي فيها شهر واحد والسعر تاعو 200,000. عندنا دورة أخرى اللي هي دورة الملابس الشتوية الكلاسيكية، فيها شهر واحد وراهي مكثفة، يعني فيها بزاف دروس، شهر واحد والسعر تاعها 200,000. وعندنا دورة أخرى اللي هي دورة الملابس الشتوية رقم 2 اللي فيها الكورسي. كنتو شفتو موديلات كنت درتهم كورسي في هذه الدوره، وسقسيتوني بزاف واش من دوره راهي ينتمي اليها لي موديل اللي راح يظهر لكم على الشاشه. اذا هاد لي موديل كورسي راهم تابعين لهاد الدوره الشتويه. ايضا فيها 3 اشهر، السعر تاعها 500,000. هذه ممكن تقسموها على 2، يعني تخلصوا مره 250 ومره 250. اذا درك راني قلت لكم كامل الاسعار تاع الدورات اللي عندي، يعني عندي 5 دورات، هذو هما الاسعار تاعهم كامل. هاد الدورات المحتوى تاعهم تواصلوا معايا على الرقم الموضح على الشاشه، هكذا باه تعرفوا المحتوى تاع كل دوره، يعني واش راحين تقراو في مثلا دوره الملابس الداخليه 3 اشهر، واش راحين تقراو فيها دوره الملابس الصيفيه، واش راحين تقراو فيها حجابات والعباءات، واش راحين تقراو فيها. يعني تواصلوا معايا كما قلت لكم، نبعث لكم المحتوى تاع كل دوره مكتوب باش تعرفوا واش راحين تقراو في كل دوره. عندنا دوره الملابس الداخليه معها كتاب بي دي اف. بي دي اف واش معناتها؟ كاين بزاف يسقسيوني واش معناتها بي دي اف، يعني كتاب الكتروني، يعني تقراو في الهاتف ولا في البيسي تاعكم، يعني ماهوش كتاب مطبوع ماهوش ورقي. اذا دوره الملابس الداخليه قلت لكم معها كتاب بي دي اف، الفساتين الصيفيه فيها كتاب بي دي اف. بون الافواج اللي قراو معايا من قبل، البي دي اف تاع الملابس الصيفيه مازال موجودش لانه صرالي فيه عرقله في اجراءات حقوق الملكيه، ولكن قريب يوجد، يعني ما بقالوش بزاف، ممكن سمانتين هكاك يكون واجد. وانتم اللي راح نسجلوا جدد الكتب هذو نعطيهم لكم في نهايه الدوره، راح يكونوا واجدين كامل.
اذا دورة الحجابات والعباءات ايضا فيها كتاب PDF. دورة الملابس الشتوية ايضا فيها كتاب PDF. ودورة الملابس الشتوية رقم 2 رانا نخدموا لها في الكتاب تاعها. دركا فرضا انه وحده حبت تدي كامل هاد الدورات، اذا راح تديو هاد الدورات كامل، ما تخلصوش مثلا لهنا هاي 500 500 500، دونك 1500، وهادو 200 200، يعني كلش يخرج لكم 1900 بدون تخفيض. بالتخفيض قداش راح تخلصوا البنات؟ راح تخلصوا 1400 فقط، يعني راح تتحصلوا على تخفيض تاع 500000 كامل. ايوا كانه راح تديو دوره الملابس الداخليه مجاني. المده تاع الدراسه تاع هاد الدورات كامله راح يكون هو 11 شهر. كاين اللي تقول لي مثلا انا قاعده في الصيف نحب نقراهم في الصيف، ما نقدرش نقعد 11 شهر، ماشي مشكل، نقدر اني نمد لكم كامل الدورات والكتب من البدايه، يعني نعطي لكم المحتوى كامل من البدايه، ديروا نتوما لو بروغرام اللي راكم حابين. المحتوى تاع الدورات راح يكون عباره عن فيديوهات مسجله كما اللي راني نقدمهم لهنا في اليوتيوب، زائد جروب للمناقشه اللي نكون حاضره فيه كل يوم على 9 مساء باش نجاوب فيها على التساؤلات تاعكم والتطبيقات تاعكم. وايضا هاد الدورات هادو ولا هاد الافواج راحين يبقاو دائما مفتوحين، والفيديوهات راحين يبقاو دائما مسجلين فيهم، يعني راحين يبقاو لكم الافواج مفتوحين مدى الحياه، ما عندهمش مده معينه ونغلقها، دائما عندكم الامكانيه انكم ترجعوا للدروس تاعكم. كيما قلت لكم اللي تحب تدخل للدورات كامله راح تتحصل على الدورات كامل زائد الكتب PDF في 5 بسعر مغري واللي هو 1400، يعني راح نقصوا لها 500000 كامله من السعر الأصلي. وايضا راح تتحصل على كتاب هدية مطبوع. اذا هاوليكم هذا هو كتاب دورة الحجابات والعباءات، راح تديوه هكذا مطبوع ماشي PDF، نبعثو لكم مطبوع كهدية، تخلصوا فقط سعر التوصيل تاعو، يعني لهنا انا نبعث مع شركة التوصيل تخلصوها في حق التوصيل تاع هذا الكتاب، سينو الكتاب راهو مجاني. نبداو البنات في الموديل تاعنا، راح نحتاجو متر ونصف من هذا القماش. اذا القماش هذا راهو غني عن التعريف، راهو مالي الاسواق، شريتو ب 75000 للمتر الواحد، ولكن الكاليتي تاعو بزاف هايله. ونحتاجو قطعة تاع لاستيك، اذا الموديل تاعنا راح يكون فيه لاستيك في الدراع عين في الرقبة وفي الخصر، وراح يكون ايضا مفصل بلا مونش غايغلون، بصح كيما قلت لكم راح نديروها بطريقه سهله جدا بدون باترونات. اذا اول حاجه نديروها هي انه نحكموا القماش تاعنا نطويوها على 4 من جهه العرض الثابت اللي هو متر ونصف، والمتر ونصف اللي شريناها كطول تبقى مفروده. اذا شوفوا هاي لكم عندي منا لا ليزيير، نطويها على لا ليزيير من هنا ونزيد نطوي مره اخرى بهذا الشكل، نكون طويت القماش تاعي على 4. وهاو لكم البنات القماش تاعي راهو مطوي على 4 من جهه العرض الثابت اللي هو متر ونصف، وكما قلت لكم المتر ونصف اللي شريناها كطول راهي مفروده. ان اول حاجه راح نهز طول الفستان، اذا طول الفستان راح نهزو انا 1 متر، اذا راح نخدم في 1 متر. الفستان تاعي راح يكون مع الركبه، اذا شوفوا البنات رايحه نخلي 5 سنتيمتر، تبعوا معايا مليح باسكو ماناش راح نخدموا بلو باترون، رايحه كلش ندير لكم على القماش. اذا رايحه نخلي منا 5 سنتيمتر ونرسم خط، هاي ليكم الجهه هذه المغلقه نخلي 5 سنتيمتر ونرسم خط، نزيد كيف كيف البنات منا من الاعلى نخلي 5 سنتيمتر ونرسم خط، ونعدل اولا القماش لانه ماهوش مقصوص كيف كيف. اذا هاو ليكم البنات شوفوا خليت 5 سنتيمتر منا 5 سنتيمتر منا، دوكا نبدا نخدم في هذا الاطار اللي في الوسط. اذا هنا نبدا نحط في القياسات تاعي، اذا الرقبه تاعي راح نديرها 8 سنتيمتر، ولكن كما قلت لكم راني قاعده نعين في القياسات على هذا الاطار اللي في الداخل. اذا مشيت منا ب 8 سنتيمتر، في الامام راح نمشي ب 18 سنتيمتر. بالنسبه للخلف تحبوا الرقبه تكون كيما الامام كيما الخلف، تحبوا تكون اقل تحبوا تكون اكثر. اذا انا لهنا باش نسهل عليكم رايحه ندير كيما الامام كيما الخلف، ومن بعد رايحه ندير الرقبه تاعي كاري، نرجع للخط هذا ونهبط ب 25 سنتيمتر هكذا،
ونحط لهنا دوران الصدر مقسوم على 4 زائد 5 سنتيمتر، ولكن دوران الصدر هذه اللي راح نحطها راح نحطها بعد هذا الخط، يعني دائما القياسات تاعي راني نحطهم بعد الاطار اللي رسمناه. اذا عندي لهنا 26 سنتيمتر هكذا. شوفوا النقطة هذه البنات رايحة نوصلها إلى الزاوية القائمة تاع الرقبة، ومننا نكمل بخط مستقيم، وهذه القطعة هي اللي رايحة تكون الذراعين. شوفوا الذراع تاعي نكمل نرسم هذا الخط هذا تاع الرقبة، نكمل نطلعه مع الخمسة سنتيمتر اللي درتها زيادة هنا. إذا الخمسة سنتيمتر هذه وش راح تكون البنات؟ راح تكون هي التكماش تاع لاستيك اللي رايح نديرو في الذراعين. منا أيضا الرقبة نكملها مع الخمسة سنتيمتر هذه اللي من هنا هاك. إن شاء الله تكون البنات مفهومة. إذا خمسة سنتيمتر زدناها منا في الرقبة، خمسة سنتيمتر لهنا زدناها بالنسبة للذراع ولا في طول الذراع. درك نعاود نرجع لهنا إلى الزاوية القائمة الخاصة بالرقبة ونهبط بخمسة وعشرون سنتيمتر ونعين نقطة. إذا على هذا المستوى نحط دوران الخصر مقسوم على 4 زائد الإضافة مثلا 3 سنتيمتر ولا ما نزيدش بزاف، لأنه ديجا رانا زايدين هنايا حق لاستيك في العرض. إذا لهنا راح نحط 22 سنتيمتر بالتقريب. نوصل هذه النقطة إلى نقطة الصدر هكذا. الخصر لهنا نرسم عليه خط لأنه من بعد نديرو فيه لاستيك هكذا، ومن بعد نكمل البنات بخط مائل الى نهايه قطعه القماش. اذا نشوفوا لهنا راح نعدلوا فقط الطول الخاص بالفستان. اذا نحط شريط القياس تاعي على اعلى نقطه في القماش هنايا، يعني نهايه الرقبه، ونقيس الطول بهذا الشكل هكذا، ومن بعد نبقى نمشي بنفس القياس خطوط متقطعه حتى وين يتكون عندي هذا القوس هذا، وبهذا الشكل نكون عدلت الطول تاع الفستان تاعي. اذا درك نقص. شوفوا البنات راح نقصوا انطلاقا من الرقبه بالصح مع الخمسة سنتيمتر اللي زدناها هنا هاي. نزيد نطلع مع الرقبه تاعي ونزيد الخمسة سنتيمتر هذه هاي، كما قلت لكم خمسة سنتيمتر هذه وهذه زدناهم على الجلاستيك. درك نزيد نمشي مع الخط المائل هذا ونخرج مع الخط المستقيم هنا. اذا هادو راح يكونوا الذراعين، رايحه فقط نفتح الذراع الثاني لانه جهه جات مفتوحه وجهه مغلقه نحمل لهنا بالابر لانه الذراع لازم يكون مغلوق في الجزء العلوي. اذا لهنا من بعد نخيطو نحكموا كل القطعتين مع بعضهم بهذا الشكل. اذا هذا الذراع الاول وهذا الذراع الثاني هاكا، من بعد نخيطوا على هذا المستوى. لهنا ذراعين سيبارون خلصناهم، نقص من هنايا لهنا. بالنسبه للخط هذا تاع الخصر، بما انه راح نركبوا فيه لاستيك لازمنا نعينوه ولا نرسموه في كامل الفستان، يعني في الجهه الاخرى وفي الخلف. القطعه تاع القماش المتبقيه راح ندير منها كشكشه في الاسفل. القطعة تاع الكشكشة راح تكون 10 سنتيمتر، ولكن شوفوا هاي لكم القطعة تاعي راهي مطوية على 4 من جهة العرض الثابت اللي هو متر ونصف. راح نحي منها زوج أشرطة، شريط راح يكون تاع الأمام شريط راح يكون تاع الخلف، يعني كل شريط الطول تاعو راح يكون متر ونصف.
يعني دول كان راهو مطوي على 4، كي نفتحو يكون متر ونصف. الشريط راح نركبو في الامام بالكشكشه، والشريط الاخر راح نركبو في الخلف ايضا بالكشكشه. اذا انا مش راح نكبر في الاشرطه، راح نديرهم 10 10 سنتيمتر، وانتم كيما حبيتوا. لكن حبيتوهم 15 كبروهم حتى ل 15. اذا لهنا راهو بقى لي قطعه من القماش، تقدروا نتوما تشريو فقط على قد واش راكم حابين، واللي هما متر و 20 سنتيمتر. دركا البنات نروحو الى مرحله الخياطه.